اهلا وسهلا ومساء الخير لاجمل مشاهدين. ممثلة تركية تمدح فيلم عربي. شاركت الممثلة جلسيم علي رأيها حول الفيلم العربي الرقمي شهر زي العسل، ذلك ومن خلال قصة نشرتها عبر حسابها في الانستغرام معبرة عن اعجابها قائلة: فيلم رائع جدا ولا اعلم كيف مضي الوقت اثناء مشاهدتي للفيلم، موجهة الشكر لابطال الفيلم وهما نور الغندور ومحمود بوشهري. الاجتماع بعد 13 سنة. مسلسل إيزيل هو أحد المسلسلات الأيقونية في تاريخ التلفزيون التركي، والذي انطلق عرضه في تركيا في عام 2009، ومنذ حينها إلى يومنا هذا ما زال المسلسل لا ينسى وشعبيته المستمرة بالرغم من مرور 13 سنة على نهايته. وقرر نجوم المسلسل الاجتماع مجددا في حفلة مميزة تطلب من جميع الحاضرين ارتداء زي أبيض في ذكرى اجتماعهم من بعد مرور 13 سنة على وداع مسلسل إيزيل. التصريح المبتذل يغضب المنتجين الأتراك: المسلسلات لم تعد تهويني ولا شيء يجذبني. هذا التصريح أغضب ملاك شركات الإنتاج التركية، فآخر من صرح بهذا التصريح هو الممثل نجاة إشلار، وأتاه الرد من كاتب صحفي قائلا بأن هنالك الكثير من أنكروا الجميل الذي قدمته لهم الدراما التركية، وليس بما أنكم قد قدمتم جميع الأدوار في مسيرتكم وقد ختمتم جميع الشخصيات أصبحت المسلسل لا تهويكم أو تقللون من شأنها من بعد ما جعلت لكم اسما. مضيفا الصحفي بأنه نرى هنا مدى مستوى التفكير الصحيح بين الممثلين، فمنهم من يدلون بهذه التصاريح مثل كرم بورسين وهازال ونجاة إشلار، بينما عندما طرح سؤال عن الممثل كيفان شاكتو: ما هو جديدك من بعد مسلسل العائلة؟ قال: سوف أرى، ولم يصرح مثل تلك التصريحات مثل غيره من الذين أنكروا فضل المسلسلات عليهم، مع العلم بأن كيفانش هو أيضا قدم أغلب الشخصيات المختلفة عبر مسيرته، ولكن بالنهاية لم يقل لم يعد هنالك شيء يجذبني، بل وأيضا هو الأشهر من بينهم. وهنا نرى مستوى الفرق بالتفكير ومن أكثرهم وعيا. يذكر أنه وقبل أسابيع غضب بعض المنتجين من الممثل كرم بورسين على إصراره بالتقليل من الأعمال الدرامية، وأضاف بالنهاية الصحفي قائلا: إن انتهى زمنكم وشعبيتكم فلا تلقوا اللوم على الآخرين. نفي الممثلة سيلا ترك أولو. سئمت الممثلة سيلا من الأخبار الكاذبة التي تصدر بحقها بأنها تحب هذا وذلك، ووضعت حدا لهذه الأخبار الكاذبة، حيث مؤخرا قيل بأن هنالك قصة حب بين بطلي مسلسل شراب التوت هما سيلا ودوكان، ولكن سيلا نفت تلك المزاعم، ذلك عبر قصة نشرتها عبر حسابها في إنستغرام. وعن الممثلة إدا إجي، شاركت أول صورة برفقة عائلتها من بعد ولادتها لطفلتها الأولى واسمها مينا إبك، والتي تبلغ الآن الشهر من عمرها. الممثلة هاند إرتشال تستعد للذهاب إلى فرنسا من جديد. سبق وأن ذهبت الممثلة هاند إرتشال إلى فرنسا بدعوة قدمت لها من قبل علامة الأزياء الفرنسية القطرية بالمن، والآن ومن جديد تستعد الممثلة هاند الذهاب إلى فرنسا للتواجد في مهرجان كان السينمائي بصفتها السفيرة التركية لأحد علامات المجوهرات الإيطالية. الممثلة ديمت أوزديمير تصرح: ما زلت أنتظر المشروع الأنسب. صرحت الممثلة ديمت أوزديمير بأنه قدم لها الكثير والكثير من المشاريع، سواء أفلام ومسلسلات تلفزيونية أو رقمية، ولكن حتى الآن لا يوجد ولا أي مشروع قدم لها فاز بحب قلبها، فهي تنتظر مشروع تكون بطلة المسلسل أو الفيلم تتمتع حذافيرها بشخصية مختلفة بالكامل عما قدمته سابقا من مختلف الشخصيات من خلال مسلسلاتها. بسم
Eskiden daha çoktu ama şimdi herhalde zaman geçtikçe daha keyifli ve konfor olanını tercih ediyorum. Zaman geçtikçe artık o değişiyor değil mi? Evet. Bir olgunlaşma mı geliyor yoksa? Yani gençlik heyecanı ve o ateş herhalde biraz daha keyif ve konfora dönüyor. Ya siz çok gençsiniz de burada yaşanmalar mı oldu acaba? Azalalım. Yok öyle değil de eskiden çok fazla Ankara İstanbul'a sık geliyordum ben iş gereği. O yüzden orada çok fazla ama artık daha konforlu ve keyifli olanı tercih ediyorum. Nasılsınız peki? Neler yapıyorsunuz? İyi. Yaz geldi. Yaz geliyor inşallah. Yani biraz önce dışarısı inanılmaz soğuktu. Bir anda tekrar kış geldi diye düşünüyorum ama keyifli, güzel. Yeni sezon hazırlık yapıyoruz. Yani tatil planları var biraz. Bir proje olacak mısınız? Ama var. Eylül için bakalım. Daha çok inceleyip siz mi dokursunuz projelerini yoksa? Hani kolay yani, kolay olabilir. Evet. İçinde iyi hissetmediğim bir karakter tabii ki olmak istemediğim bir yer. O yüzden gerektiğince inceleyip sıkıntı okuyup olduğum içinde yani bulunmaktan olduğum bir şey seçmeye çalışıyorum. Sen nasıl bakıyorsun öyle? Soru. Yani Türkiye'de zaten çok seviliyorsunuz ama Orta Doğu'da da çok seviliyorsunuz yaptığınız işlerden dolayı ama son dönemde biraz projelerden uzak kaldığınızı düşünüyor musunuz ya da doğru işi bulamadığınızı düşünüyor musunuz? Yok, uzak kalma değil, bu tercih bana ait zaten. Gelen işler evet bir iki tanesini belki keşke dediğim oldu ama yine de yeni sezonu daha güçlü bir işle gelmeyi kendim de zaten planlıyordum. Öyle de devam ediyoruz. Bunun için televizyon bizleri takip edebiliyor musunuz? Ediyorum. Valla geçen de konuştuk ama Bahar zaten. Bahar'ı konuşuyor. Evet. Bahar çok takip ettiğim bir iş. Konusu hem de oyunculuklarıyla çok dikkatimi çeken ve beğenerek izlediğim bir iş. Peki siz Türk yapımı dizilerin Avrupa başarısını nasıl değerlendireceksiniz? Biliyorsunuz ki çoğu zaman büyük başlarında ödüller alıyoruz, like alıyoruz. Evet. Bununla ilgili yorumunuz neler? Yani Türkiye'de gerçekten bu işin çok daha duygu yüklü olduğu ve insanların yani yurt dışında daha çok tercih edildiğini düşünüyorum. Onların da ilgisi çıkıyor. Yani dilimiz nasıl farklı olsa da o duygu büyük ihtimal insanlara geçiyor ki çok fazla takipçisi. Hatta buradan Türkçe öğrenen bile var yani. Çok fazla bu konuda şey alıyorum, bildirim alıyorum. Doğru yapıyoruz demek ki. Dramayı güzel bir yerdeyiz. Bununla karşılığını bu alıyoruz. Peki o zaman. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.